النهارده، لانه كان في الحقيقه ناس كتير وفي ناس بتشتغل، ومبادره ابدا زي ما قلت لكم يعني موجوده في اكثر من قطاع، وده اعتقد انه بعد فتره هنبدا نحس بانه زمان كان المصنع بيشتغل لوحده على بال ما يروح ويعمل ورقه او يبقى عنده مشكله او فالمصنع يقف، فطبعا العماله تقف والانتاج يقف. لا دلوقتي ما بقاش فيه كده، انت عندك مصنع عندك مشكله احنا معاك، وده اللي بتعمله ابدا، فده شيء كويس جدا. هروح لمهندسه ساره مصطفى رئيس القطاع الصناعي بمبادره ابدا. مساء الخير يا ساره. مساء النور يا فندم. سارة، عايزة أعرف منك، أنت رئيس القطاع الصناعي، إيه اللي بتقدموه؟ بتساعدوا المصانع إزاي؟ أو بتساعدوا المشروعات أو الشركات الصغيرة اللي لسه بتبدأ؟ إحنا شغالين على محورين من العمل. في محور للمشروعات الكبرى بيتم فيها مشاركة رجال الأعمال زي أستاذ أحمد العريان. عندنا في مشروعات تانية بيتم دعمها بدون المساهمة فيها ولا المشاركة فيها، زي المشروعين اللي تم عرضهم النهاردة مع مشروع الكوتشي اللي هو كان مصنع البلاستيك ومصنع الأعلاف. كان بيواجههم بعض العقبات في الحصول على الرخصة، بعض العقبات في الحصول على المواد الخام اللي كان بيتكلم عنها مصنع البلاستيك، فبيتم مساعدتهم. في بعض المستثمرين اللي لسه بيبدأوا بيبقوا محتاجين يراجعوا دراسات الجدوى بيتم تقديمها، وبنرد عليهم بالملاحظات اللي تقدر تخلي المشروع ذات جدوى. يعني على جميع المحاور بيتم التعاون. هي أهم حاجة في الآخر إن الصناعة في مصر تتطور، واحنا زي ما دايما السيد الرئيس بيشجعنا ان احنا نكمل من حيث انتهى الاخرون. يعني احنا جايين بنتكامل مع المشروعات اللي اوريدي على الارض. طب انا عايز اعرف منك كمان باشمهندسه ساره، تقول لنا التجاوب بقى ما بينكم وما بين اصحاب المشروعات ما بين اصحاب المصانع، لان هي تجربه جديده. هو كان متعود انه بيبقى عنده ساعات مشاكل، عنده مشاكل في بعض الحاجات اللي هو محتاجها في الصناعه بتاعته كادوات، انه ممكن يبقى في شراكه مع شركات كبيره مثلا من بره مصر، او انه عنده مشكله في الاوراق بتاعته، تراخيص وعقود واشياء كثيره جدا. هل في تجاوب؟ يعني حاسة أنه بدأ يبقى في طلب، وفي عدد من المصانع اللي كانت مش عايزة أقول متوقفة ولكن كانت يعني بطيئة العمل، يعني بدأت تتجاوب معاكم في هذه المبادرات؟ الحمد لله، بالفعل احنا في تجاوب من اول ما بدأنا اطلاق المبادرة. احنا حاليا عندنا عدد من المشروعات بالتعاون مع رجال القطاع الخاص، وبصراحة هم متعاونين جدا في ظل الظروف والتحديات اللي بيمر بها السوق المحلي او الدولي. مثلا لما كنا في سوهاج ال 15 يوم اللي فاتوا، عملنا اجتماع مع المستثمرين في سوهاج وجمعنا الطلبات والتحديات اللي بيمر بيها الصناع في سوهاج. ان شاء الله في خلال مده زمنيه قريبه جدا يتم حل المشكلات دي، وبعدها هنقعد معاهم تاني ونعمل خطه صناعيه وتكامليه ما بين المصانع وبعضها في سوهاج، وان شاء الله ده يكون نموذج يتم تكراره في محافظات اخرى. فالحمد لله في تجاوب، يعني والحمد لله برضو في تجاوب من الجهات المعنيه في الدوله ان احنا نحقق هدفنا، يعني سواء كانت هيئه التنميه الصناعيه، سواء كانت وزاره الصناعه. وعندنا في يعني طلبات دوريه بيتم تقديمها بالتعاون مع مجلس الوزراء. اكيد يعني الحقيقه انا شايفه انه وجود مبادره ابدا مش عايزه اقول وسيط ولكنها كمشارك وكفاعل موجود في توطين الصناعه المصريه، ده شيء مهم جدا، لانه كمان انت في محافظه واحده يبقى في مثلا عندك المصنع ده وعندك المشروع ده وعندك مثلا مشروعات صغيره بتتعمل، فلما يبقى في حركه العمل الدايره دي ويبقى في حد بيقدر يبقى ماسك الدايره من اولها لاخرها، انا مثلا في مصنع محتاج حاجه مش لازم اروح من بعيد، ممكن مصنع تاني يساعدني فيها. اعتقد بعد فتره لو ما هيمر شوية وقت كده شهور هنبدأ نلاقي النتائج مبهرة، لأنه المصريين معروفين بالتحدي. وأنا سعيدة بأنه السيد الرئيس أخدوا عنوان أنه التحدي، هي دي إرادة المصريين، هم أصحاب التحدي وأصحاب الإرادة. والصعيد مش بعيد عن كده، يعني لو بنتكلم عن سوهاج هي وقفت قدام الحملة الفرنسية، وعشان كده كان في 10 إبريل دايما الحملة بتاعتها قوية جدا. أنا بشكرك جدا مهندسة سارة مصطفى رئيس القطاع الصناعي بمبادرة ابدأ، بشكرك شكرا جزيلا.